300 مليون شخص بحاجة للمساعدة ب 2024، لكن الأمم المتحدة خصصت ميزانية ل 180 مليون شخص بس، عندهم الحاجة الملحة ب 72 دولة. 2023 عام شهد صراعات عنيفة، كوارث طبيعية طارئة وعوامل اقتصادية خانقة، كلها لها تداعياتها في العام القادم. بس لكل كارثة أيادي بتنمد للمساعدة، ومو بالضرورة تكون من الأمم المتحدة. التبرعات، كيفية جمعها وتوزيعها، وجهود الدول والإمارات تحديداً في ضمان وصولها للمستفيدين مع شباب متطوع عنده خبرة ميدانية. أهلا شباب. ورئيسة قسم الإعلام مؤسسة القلب الكبير عليا المسيبي، أهلا نورتينا. كلنا هون منتبرع، عنا مبادراتنا الشخصية اللي بتكون عن طريقنا أو عن طريق جمعيات. أنتوا كيف اخترتوا تتبرعوا أو كيف تختاروا تتبرعوا أو تتطوعوا بالأيام العادية أو حتى بالأزمات؟ هلأ هي بالأصل مفهوم تبرعات تختلف العالم، لما تسمع تبرعات فكر تبرعات مصاري يعني، بس هي تبرعات معونات، تبرعات غذائية وغير تبرعات المصاري يعني. يعني نحن بسوريا كان يوصلوا التبرعات هي على شكل معونات أكثر شيء. فالمعونات كانت تتكون أغلبيتها يعني من زيت، سكر، سمنة، هي كل شيء مواد غذائية أساسية يعني، هدول اللي كانوا يوصلوا على سوريا كنا نشوفهم أكثر شيء. طيب أنت قديش اشتغلت بهذا المجال ورد؟ اشتغلت تقريبا حوالي 8 سنين يعني أنا بهذا المجال يعني، وشفت كتير تبرعات واصلة وكتير تبرعات ما أنا واصلة كمان يعني. أوكي. بنفس الوقت. Interesting. عدي، عندك مجال مسيرة طويلة بين السودان والإمارات. تقريبا حوالي 15 سنة عمل طوعي ما بين السودان وما بين الإمارات. التطوع لا يقتصر فقط على الأموال أو على المواد الغذائية، كونك أنت تشارك بوقتك بطاقتك في أنه مجرد عملية حتى تعبئة المواد هذه أو مساعدة في إيصالها تعتبر نوع من أنواع التبرع. فهي التبرعات اللي كنت مشارك فيها. جمال وشوقي، بتوقع عندكم كتير، عدي حكى تبرع بالوقت، التبرع بالجهد، أنا بعرف أنكم أنتوا بصلكم فترة بالمجال التطوعي داخل دولة الإمارات، إذا بتحكي لنا جمال. أنا متطوع من 2018، بديت رحلتي التطوعية في هلال الأحمر. وبالصدفة يوم كنت أبحث عن العمل في أحد المعارض، في واحدة من الموظفين الخاصة في الهلال الأحمر اقترحت علي الفكرة، فأنا من هاك اليوم. من 2018 لليوم. هي من هاك اليوم. شو أبرز الحملات اللي شاركت فيها؟ في حملات تنظيمية وحملات اجتماعية في الدولة، بس كلها خلال الدولة نفسها، في الدولة نفسها. رسيل ورغد، عندكم تجربة مختلفة وجديدة جدا يعني، هي الأحدث اليوم بحملة تراحم من أجل غزة، حكوا لنا. رحنا على العريش، هذا اللي صار. رحنا مع الهلال الأحمر الإماراتي لإجلاء المرضى والجرحى مع عائلاتهم من العريش المصرية لأبوظبي. كانت رحلة يعني عبارة عن يوم، طلعنا الجمعة الظهر ورجعنا ثاني يوم الصبح. كانت يعني شو التفاصيل اللي ما بتنسيها رغد؟ كنا بنحكي أنا وياها، إحنا كنا قاعدين بالطيارة تقريبا أول صف، فلما كانوا يفوتوا على الطيارة أنا وياها نقعد نحزر أسميهم من كثر ما شكلهم مألوف يعني، هم يكونوا كتير تعبانين، وإحنا بس قاعدين أنا وياها كنا نغني لهم إنه الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، فيكونوا هيك كتير تعبانين ونحكي لهم الحمد لله على السلامة، يصيروا مبسوطين. وصرنا نحكي إنه هاي شكلها وفاء، هاي خالته نزيهة، شكلهم مألوف يعني، شكلهم من السوشيال ميديا. لا مش من السوشيال ميديا، إنه هم يعني بتحس يعني الواحد لما يشوف حدا بحس إنه أوكي أنا هذا حدا كتير حاسس بالألفة معه. مش بشرط لأني شفته، بس لأنه هم كتير قريبين للقلب يعني. أول ما كانوا عن جد فعليا كانوا مكشرين وتعبانين وإلهم ساعات طويلة بالسفر، فبس نقولهم الحمد لله على السلامة أهلا وسهلا على طول يبتسموا ويعطوا الرياكشن نفسها اللي إحنا عم نعطيها، فهذا كان إشي إنه كتير حسينا حلو. هذا بتوقع شعور يترافق مع أي عمل تطوعي يعني، أنا عن شخصي أو مثل ما حكت رسيل أو رغد. عليا، إن بدي تحكي لنا عن جهود الجمعيات بالتعاون مع الشباب المتطوع، وين بيبدأ الشباب أول شيء من الجمعية ليوصل للشباب إنه يساعدوا في الجمعيات؟
يعني أنا أقدر أقول أن قيادتنا الرشيدة والجمعيات كانت محلية أو كانت دولية، التوجه الدولي بشكل عام محلياً ودولي راح يعني حالياً في آخر كذا سنة يركز على الشباب وتمكين الشباب كركيزة أساسية في مجال العمل الإنساني والمجالات الأخرى، لكن إحنا اليوم اختصاصنا اللي هو العمل الإنساني. إذا راح أتحدث بنطاق تفصيلي خاص، نحن في مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بشؤون اللاجئين والمحتاجين حول العالم، والتي ترأسها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي حرم صاحب السمو حاكم الشارقة. الشباب وتمكين الشباب ودعم الشباب رقم واحد في كل توجهاتهم، في كل تحركاتهم، في كل استراتيجية يتم وضعها بشكل سنوي، كانت استراتيجية محلية أو دولية. يؤمنون بشكل كبير بقدرات الشباب، تفكير الشباب، إمكانيات الشباب، ويعني يؤمنون بمسألة أن إذا نحن أعطينا الشباب اليوم الفرصة المناسبة وذا رايت بلاتفورم، إحنا نعرف ومتأكدين أنهم بيصنعون مستقبلهم وبإيدهم وبيكون بأفضل ما يمكن، لأنهم اللي صنعوا وهم اللي أصابوا. نحن كعمل إنساني أنا بقولك في مؤسسة القلب الكبير نحن 22 موظف، كلنا شباب، أكبرنا عمرها 35، أصغرنا عمرها 24، كلنا شباب. نروح على زيارات ميدانية، مخيمات لاجئين، أماكن ما تكون آمنة، أماكن تنقطع فيها وسائل التواصل عن أهلها، كذا زيارة انحرمنا من الأكل والماء أكثر من 5 أيام، ناخذ تطعيمات يعني وندخل أدوية. لكن مثل ما أنتوا ذكرتوا، الموقف اللي شفتوه والابتسامة اللي شفتوها هذه تبرد علينا كل التعب وكل هذه الأدوية وكل الجوع وكل، لما نشوف التأثير هذا عليهم هم، غير عن التقارير اللي توصلنا على الأوراق وعلى التقارير نفسها، لا، أنت لما تشوفين التأثير على الشخص نفسه تحسين انك تبغين تعطين اكثر وانك ما سويتي كفايه لين اليوم. يعطيك العافيه يا رب، وان شاء الله دائما الشباب بيكونوا بهاي الجهود موجودين. لكن بدي اعرف اكثر، تنظيم جمع التبرعات وهي الرحله التطوعيه كيف بتبدا لا توصل لدول ثانيه؟ من اين يبدا؟ يعني كيف بتتم مراحل تنظيمها لايصالها للجهات المعنيه بالتعاون مع الشباب او طبعا من الجهات الحكوميه؟ خلينا ناخذ على سبيل المثال، مش الحين حمله تراحم من اجل غزه، الحمله اللي كانت قبلها او الازمه اللي كانت قبلها اللي هو زلزال تركيا وسوريا. لما تحدث الازمه هذه او الكارثه الطبيعيه هذه، نحن على طول اول خطوه نعملها، الفريق المختص عندنا، فريق قسم البرامج، يبدا يتواصل مع المنظمات الانسانيه المحليه المعتمده في الدوله اللي فيها هذا التضرر. وثاني تواصل يكون على طول مع وزاره الخارجيه في دوله الامارات وسفاره دوله الامارات في الدوله اللي فيها هذه الازمه. تكون عندهم اجدد التقارير، تكون عندهم احدث الاحتياجات. في بعض الاحيان او اغلب الاحيان اللي نشوفها في الاعلام مختلف تماما عن التقارير الحقيقيه اللي توصلنا من المنظمات المحليه الموجوده في الميدان. هم اكثر ناس عارفين قياس الاحتياجات، نوع الاحتياجات، واكثر احتياج يجب ان نحن نركز عليه في هذه الفتره. بمجرد ما نحن توصلنا الاحتياجات الاساسيه اللي هم محتاجينها في الوقت الحالي ويوصلنا توجيه من وزاره الخارجيه والعمل الدولي في الامارات، نبدا نحن باطلاق حمله لجمع التبرعات للمجتمعات المحليه والدوليه كذلك، نحدد فيها أبرز الاحتياجات اللي نحن راح نركز فيها. جمع التبرعات عندنا نحن يمكن في مؤسسة القلب الكبير ما يكون بشكل عام وبعدين يتم الإعلان عن التفصيل. مؤسسة القلب الكبير دائما دورها في مرحلة المعافاة أكثر من مرحلة الإغاثة. جهود الإغاثة موجودة بشكل كبير من جميع المؤسسات الإنسانية كانت محلية أو دولية، الكل راح يعني يبعث لهم يعني اللي هي الصناديق الإغاثة، المواد الأساسية، الالتزامات اللي محتاجينها، لكن راح تخلص عنهم بعد كم يوم. نحن دائماً مشاريعنا وجهودنا تركز على الفائدة طويلة المدى، يعني أنت بعد 3 أيام بتخلص هذا الصندوق راح ترجع تحتاج. هذا اللي يخلي مؤسسة القلب الكبير توجهها يكون في مرحلة المعافاة. نحن دورنا في تركيا وفي سوريا مثلا ما كان في مرحلة الإغاثة كثر ما هو إعادة تأهيل المدارس
في الوقت الحالي الحين. لازلنا لين الحين نستلم التقارير نحن من تركيا وسوريا. التقارير هذه فيها حجم الضرر المستشفيات اللي تضررت، مرحلة التعافي ما بعد الإغاثة اللي هي بتكون المرحلة بناء المستشفيات الأولى. إعادة بناء المدارس، إعادة تدريب الكوادر والموظفين اللي في المدارس، تنظيم دورات تدريبية لهم بحيث أن يكون التأثير إيجابي عليهم لأطول فترة ممكن. كثير يعني حلو. نحن عم نحكي هون عن مرحلة إغاثة ثم تعافي بدول تانية عم بتصير في مشاكل. خليني أسأل الأشخاص اللي كانوا على الأرض. ريم، أنت كنتي مع الهلال الأحمر العربي السوري كمتطوعة وكإعلامية عم بتغطي معهم، حكي لنا بقى بس توصل هاي المعونات والإغاثات ماذا يحصل على الأرض؟ هلا أكيد في قسم متخصص بالتوزيع وهو تحت فريق الإغاثة، لأنه هو بياخد عدة أقسام، في تقييم وفي توزيع وفي تقييم ما بعد التوزيع. فريق التقييم هو بيعمل زياراته الميدانية للأسر، يشوف حجم الضرر والاحتياجات اللي عندهم سواء كانوا بمخيمات أو ببيوتهم أو انتقلوا وتهجروا بفعل الأزمات. من بعدها فريق التوزيع بناء على هذا التقييم بيأمن المواد سواء كانت إغاثة كمواد غذائية أو إحرامات أو أساسيات الحياة اللي ممكن تتطلب تماماً. طبعاً لعدد أفراد الأسرة، طبعاً لاحتياجات كل أسرة، إذا فيها أطفال، إذا فيها أشخاص كبار بالعمر، كل هيدي التفاصيل. التقييم اللي ما بعد واللي هو جزء منه حكت عنه اللي هو مرحلة التعافي، هاي المرحلة بتاخد شكل آخر من الإغاثة. بسوريا أخذت شكل سبل العيش كما يقال. اليوم أنا ما رح ضلني بمرحلة عم وزع مساعدات، أنا بدي ساعد هاي الأسرة تتمكن من أنه ترجع تتابع حياتها بالمنطقة اللي انتقلت لإلها. هيدا البرنامج بيعتمد على اليوم إذا أنا هيدا الشخص عنده مكان يزرع فيه، إذا عنده مكان يربي ثروة حيوانية فيه، إذا عنده إذا في سيدة تتقن الحرف والأعمال اليدوية ممكن أنها ترجع تعتاش من أو تعيش أسرتها بهيدا التفصيل. طيب نحن وصلنا مباشرة لمرحلة التعافي، لكن بالحملات الإغاثية عادة ما بتطلع أنه نحن ما وصلنا مساعدات، نحن ما وصلنا كذا، ليس من الدول لكن من الأشخاص نفسهم، أنه نحن ما وصلنا أوقات أكيد. لتأخر وصول هاي المعونات لأسباب أنا شخصيا ما بعرفها. كيف بيتم التوزيع؟ ده بياخد مرحلة وقت لتطلع الأشخاص تقول إنه ما عم توصلنا المعونات، ما عم كذا. شيء طبيعي وخاصة أمام حاجة الأشخاص إنهم يقولوا هيك، وبالميدان ممكن تواجهي هيدا السؤال مباشرة وتتهم بعض الجهات سواء بسرقة هذه المعونات أو كثير مطلوب من المتطوع إنه يكون قادر على شرح للمستفيد كيف بتتم عملية التوزيع. أنا اليوم بيصلني مواد، ممكن يوصلني على سبيل المثال على سوريا 10 أطنان سكر من الإمارات، أنا ما فيني بدي روح لمرحلة التوزيع، بدي أعرف عدد الأشخاص اللي عندي، الكميات الموجودة، بقدر وزع هيدي المادة كل يوم، كل أسبوع، كل شهر. كل هذا التقييم يتطلب وقت. بهاي الفترة ممكن صاحب الحاجة فعلا يتدمر ويقول إنه المساعدات سرقت، ولكن كمان مو كل الأشخاص قادرة تشرحي لهم كل هذا التفصيل. هيدا بيعتمد، يعني نحن مثلا كهلال أحمر عربي سوري كان في دورة توزيعية بمنطقة معينة، كانت هاي الدورة التوزيعية 3 شهور، بمنطقة معينة كانت شهر، طبعاً لعدد الأشخاص المهجرين أو المحتاجين، وأيضاً طبعاً للمواد المتوفرة. لكن حاجة بعض الأشخاص كانت تخليهم هنن أوقات يضطروا يبيعوا هاي المعونات، لأنه هنن مو بحاجة معونة عينية، بحاجة معونة نقدية مطولة يمكن لو توصلون. ورد، إذا فيك تحكي لنا عن أحد هاي الأمثلة. لا، هي يعني مثل ما قلت في عالم عن جد هي بتحتاج المعونات النقدية أكثر من المعونات الغذائية يعني، بس كمان بنفس الوقت في عالم كان تسجل لمعونات وتأخذ معونات وتبيعها وهي بالأصل ما أنا بحاجة معونات لا نقدية ولا غذائية، ولكن بسبب إنه كل شيء بلاش أكثر منه يعني، فكانوا يأخذوا من هدول المعونات ويستفيدوا منهم لأغراض شخصية يعني. هون نجي لفكرة المتعاون والمستغل، أو فكرة الأشخاص اللي عم بتحاول تستفيد من هاي حملات التبرع، هاي حملات الإغاثة، هاي لجمع تبرعات. شو الطريقة الصحيحة لجمع تبرع أو للواحد يتبرع فيها؟
شو الطرق القانونية؟ لأنه كتير منشوف روابط عشوائية على السوشيال ميديا من الأشخاص حاولين يستفيدوا من مادياً أو عينياً أو فعلاً. يعني واجهتنا كثير من هذه، يعني أقدر أقول من هذه المواقف. في كثير يستغلون طبعا هذا الوضع ويبدون مثلا لما بدأت حرب غزة أو التصعيد الأخير في غزة، لاحظنا في السوشيال ميديا كثير طلعت لينكس، بس لسه يعني الدولة ما أعلنت عن ولا حملة جمع تبرعات. يعني الكل بشكل شخصي قام يجمع، بس أوكي أنتوا كيف توصلون هذه الفلوس هناك؟ نحن كنا نعرف مثلا ناس موجودين هني عندهم عائلات هناك، وهذه العائلات أكدت أن نحن ما في شيء جالس يوصلنا، أنتوا تجمعون هذه الفلوس لمين؟ فدائما نحن نوعي حتى في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عندنا، ونرجع نكرر فقط يرجى التبرع للجهات المصرحة من دولة الإمارات. أنا أتكلم على النطاق المحلي هني، في تصاريح معينة يتم إصدارها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، من حكومة الدولة، حتى لو يعني الشخص المتبرع محتار مش عارف هل هذه المنظمة رسمية ومعتمدة في الدولة أو لا، كل المؤسسات الإنسانية المعتمدة المحلية في دولة الإمارات موجودة على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. بكل بساطة في أقل من 5 ثواني تقدر تعرف إذا هذه جمعية معتمدة، أنت تقدر تضمن أن فلوسك راح توصل للمستفيدين من خلالها. عندي سؤال عما بعد مرحلة أنه نزلت الدولة روابط رسمية، بتطلع أشخاص أنه بدها تستفيد تجارياً من الموضوع، خصوصاً هلأ صارت السوشيال ميديا متوجهة نحو موضوع معين، أنه 20% رح تروح لغزة من هذا البرودكت، ويحطوا رابط أنه إذا اشتريته 20% رح تروح لغزة، 30% رح تروح لغزة. عم نحكي عن غزة لأنه هي حادثة اليوم، لكن صارت وقت سوريا، صارت وقت تركيا، صارت وقت ليبيا والمغرب كمان. هدول 20 و30%، هل في تراكينج قانوني له أنه ولا الشخص بقى هو ضميره؟ شوفي، نحن كمؤسسة القلب الكبير عندنا فريق تدقيق داخلي، ودائما فيها يعني في وقت الأزمات هذه توصلنا مساهمات كثيرة. يعني ما راح أقول لك كل المساهمات المعلن عنها دقيقة، بكون صريحة معك. آخر موقف صار معنا كان اللي هو التلثون اللي عملنا للزلزال. كثير من الفئات اللي اتصلت في التلفزيون وتكلمت وأنا تبرعت، لما تواصلنا بعد الحلقة تغير الكلام. فيعني في بعض الأحيان يكون هدفهم ترويج أو مثلا التفاخر قدامنا يعني أمام الناس أو أمام الجمهور، لكن في الواقع شيء ثاني. لكن من باب خبرة ومن تجارب عديدة مرينا فيها، هذه النسبة جدا قليلة. النسبة الأكبر وبكل صراحة لا، ملتزمين، وحتى في بعض الأحيان لما يشوفون الجهود ويشوفون المصداقية والشفافية وهذه الأنشطة، توصلنا أضعاف هذه المبالغ اللي يكونون هم معلنين عنها. هذا الحكي كتير مبشر. وفينا نحكي كمان عدي من السودان إلى الإمارات إلى غزة، كيف؟ مع الحاصل حالياً في قطاع غزة من تصاعد للأحداث، شباب السوداني كان يمكن شعر بفكرة الحرب بسبب الأحداث الحالياً في السودان، أيضاً في الخرطوم حدثت التهجير، أكثر من يعني أعداد مهولة جداً من الشباب السوداني غادر السودان لدول ثانية، فصار الموضوع أكثر حساسية، أصبحوا يشعرون بفكرة والله في صوت رصاص أو صوت صاروخ أو صوت سمعوه، فكان في تفاعل كثير. أنا مسؤول عن منظمة خيرية تعمل في مجال كفالة الأيتام وحفر الآبار في السودان من عام 2011، فصار التواصل معي أنه العالم تركت كل شيء، كيف نتبرع لغزة، كيف نوصل لغزة، كيف نوصل لغزة. وفعليا صارت عملية جمع تبرعات عن طريق صفحاتنا الرسمية، احنا مسجلين بشكل رسمي في السودان عن طريق مفوضية العون الإنساني، مسجلين أيضا في شيء اسمه رابطة الجهود الدولية التطوعية مقرها في كندا، وبعدها تم التواصل مع الأخوان هنا في الإمارات يعطيهم الصحة والعافية، ما قصروا يعني، حتى وصل الدرجة من المساعدة أنه أرسلوا سياراتهم عندي في البيت بحيث يأخذون كل التبرعات من عندي، وصارت حملة التبرعات ما دارت مستمرة إلى الآن وما راح توقف. الحملة مستمرة كل يوم جمعة، ناس بتجمع مبالغ مالية وتوصل لأخواننا في قطاع غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يخفف عليهم إن شاء الله. يعني هاي قصة إنه السودان كانت احتياجاتها في 15 مليون شخص كان بحاجة للمساعدة بالسودان ب 2023، الأمم المتحدة أعلنت إنه 30 مليون شخص رح يكون بحاجة للمساعدة الماسة بالسودان ب 2024، ومع ذلك في المساعدات لسه عم تجي. هذا كتير شيء حلو. أنا بدي أعرف
هون بالإمارات الشباب شو بتعملوا بتوزيع وترتيب المعونات هاي لمساعدة الجمعيات؟ في البداية احنا شاركنا في الهلال الأحمر في 2017، كانت بداية لي أنا كمبادرات عادية، بعدها شوية تطورت فدخلنا في حملات توزيع اللي هي المواد الغذائية مثل ما يقولون المية الرمضانية المر على البيوت، ونعطي كل واحد السلة اللي هو محتاجها. والحملة الثانية اللي كانت هي قبل الفارس الشهم، هي كنا نجهز المواد اللي الشخص المتبرع فيها في عدة جهات في عدة مواقع. بعد ما يتم تجهيز هذه المواد المتبرع اللي جهزها توصل سيارة الهلال الأحمر تأخذ الأغراض ونرسلها لمركز الهلال الأحمر. من بعدها المرحلة الثانية يتم إرسال المتطوعين لفرز المواد الغذائية وتغليفها وإرسالها للجهة المعنية لإرسالها للبلاد المتضررة. قد إيه أيادي الشباب مهمة؟ يعني في حديث كان بيناتنا أنا وشوقي، رح أصرح عنه، أنا آسفة، إنه لا إحنا تبرعاتنا قليلة، يعني إحنا بنتطوع بشكل قليل، فقد إيه هاي الخطوات الصغيرة اللي بالنسبة له قليلة ممكن تكون كبيرة بالتأثير على الجمعية أو المؤسسة أو أي دولة متضررة؟ هاي الخطوات البسيطة من الشباب 100% يعادل بالضبط التأثير اللي تقوم فيه المنظمة الإنسانية مثلها. المنظمة الإنسانية بدون تكاتف الجهود ما راح توصل لهدفها الإنساني. إيد بإيد، إحنا كمنظمة صغيرة، أنا أتكلم عن مؤسستي، إحنا منظمة صغيرة، لكن مثلاً آخر حدث عملناه في إمارة الشارقة اللي هو تجهيز الطرود الغذائية، قدرنا نحنا نسكر أكثر من 7000 صندوق في 5 ساعات، وهذا ضرب رقم قياسي. هل تعتقد بدون الشباب اللي كانوا موجودين من جميع الجنسيات، انصدمنا أنه كانوا شباب من البرازيل، شباب من الأرجنتين، شباب من جنسيات مختلفة، هل تعتقد بدون هالشباب كنا بنحقق هذا الرقم؟ أبداً. فدوركم أساسي بحت جداً في إيصال رسالتنا الإنسانية وفي تحقيق أهدافنا الإنسانية. قديش الشباب هلأ قادرين أنا بدي أتطوع؟ وين الجهات المعنية اللي أنا أتطوع عندها داخل الدولة؟ في العديد من الجهات المصرحة والجمعيات الخيرية، بس الأهم مثل ما أنا ذكرت تكون جمعية معتمدة تحصلون من وراها على الأقل على شهادة تثبت أنه أنتوا تطوعتوا لعدد ساعات معين، ممكن أنها تفيدكم حتى في السيرة الذاتية لما تعملون في جهات كوظائف كاملة، I mean full time jobs. ضروري أن تكون المؤسسة معتمدة مثل ما ذكرت. في كثير من المنصات غير الجمعيات، المنصات المعتمدة، منصات للتطوع، volunteers.com، كلها منصات محلية فقط للفرص التطوعية. في إمارة الشارقة عندنا مركز الشارقة للعمل التطوعي، العديد في كل إمارة راح تجدون جمعيات مرخصة ومعتمدة لفرص التطوع يتم الإعلان عنها بشكل دائم. لا، في مؤسسات حكومية ومؤسسات غير حكومية موجودة بكل دولة. المؤسسات غير الحكومية هي منظمات ذات مصلحة عامة، تعمل بشكل ذاتي لكن ما عندها مشكلة تكون عندها تبرعات من داخل الدولة أو تبرعات عالمية، لكن هي أكيد مرخصة. صح. رزان ومايا عندهم تجربة مع الانجيوز، مايا كان عندها كمان جهد خلف الكواليس، كانت تتصور هي الجهود جهود التبرع، احكي لنا. بلشت أنا وقت انفجار بيروت، كنا كمان اطلع نصور نشوف احتياجات العالم شهية، شو مطلوب، شو الدمار، نصور الدمار اللي صار ونصورهم لنقدر نجمع التبرعات، لنقدر نجيب التبرعات، نفرج العالم شو صاير. هون بدي استوقفك شوي مايا، أنا آسفة، نصور العالم لنجمع التبرعات، في بين مع وضد التصوير من أجل التبرعات، شو رأيكم؟ أنا بعتقد أنه بالأزمة الحالية تبعت غزة، حجم التعاطف العالمي ما إجا إلا من المشاهد اللي شافوها، رغم الأسى ورغم الأشياء يعني بحياتنا ما توقعنا نشوفها، بس مين اللي عم بيصورها؟ أولاد غزة، اللي بيكون ابن عمته استشهد أو انبترت رجله هو عم بيصوره، أو هو عم بيصور أنه حدا بيحكي لحدا خبر استشهاد قريب لإله. فهم إحنا بحاجة أنه نشوف هذا الإشي عشان نتعاطف، لأنه بالسمع يعني بالأخبار مثلاً بنشوفها 8000 حدا استشهد، هذا الإشي مش رح يخلينا نتعاطف،
الصور اللي بتخلينا نتعاطف. مثل ما قلت رسيا، يعني السمع غير الشوف، يعني لما سمعت 8000 غير لما تشوفي في فيديو ل 8000 شخص من المستشهدين. أنا بحكي بجانب تاني، أنت كمان الجهات الداعمة بهمة تشوف عملية التوزيع. أنا بفكر بالجانب الإنساني، مثلا نحن كتصوير وتغطية ما كنا نبعد عن أنه نطلع الوجوه، وفي حال كان فكنا ناخد تصريح من الأشخاص نقول لهم هيدا رح ينشر بكذا وكذا وبهيدي الأماكن وحتى فيكن تشوفوه. العمل الإنساني أولاً وأخيراً وبدايةً هو احترام الكرامة، فأنت ما عم تهيني هيدا الشخص، أنت عم تاخدي إذنه، بنفس الوقت أنت عم تحافظي على حقه بأنه جهات الداعمة والمانحة تشوف وين عم تروح هيدي المساعدات. أنت يا مايا شو كنتي تصوري؟ هلأ أنا لما ما كان إنه يرضى مثلاً معي حتى أقدر صور، كنت إنه أتقرب، حاول قد ما فيه أتقرب منه حتى ما حسسه إنه الكاميرا عم تحكي معه. يعني حد مثلاً إنه أقدر أنا كتير إنه أتقرب، إنه بس حتى أقدر أوصل هو شو بحاجة لإنه حتى أقدر ساعده. قلتي لي في أشياء ما بتقدر تصورها الكاميرا، بخاصة بالمعونات، بالمساعدات، من أفراد أكتر. ما كنت مثلاً ما يردوا قدر صور أنه ما بدهم يطلعوا وجوههم، أكيد كنا نحترم نطلع صوتهم ونأرجي وضعهم، يعني أرجي أكتر الوضع اللي هني فيه ونحطها مثلاً فويس أوفر. الإمارات عادةً عم بتصور الحملات بأثناء تجميع أكثر من أثناء توزيع، بيصير أثناء وصول الطيران، أثناء توزيعها بشكل عام. فقد ايه مهمة هي التغطية الإعلامية لدعم الشباب أول شيء للتطوع، وثانيا للدعم أكثر للتبرع ولجمع التبرعات؟ أوكي، هذا السؤال في جانبين أقدر أنا أعلق عليهم. طبعا هو ما في أبدا صح وخطأ في هذا المجال، هي مجرد يعني أفكار مختلفة وجهات نظر مختلفة والكل لها احترامها. لكن بتلاحظون يمكن لو بحثتوا عن مؤسسة القلب الكبير وشفتوا قنوات التواصل الاجتماعي في مؤسسة القلب الكبير، رسالة المؤسسة الحفاظ على كرامة المستفيدين. مؤسسة القلب الكبير بتلاحظون أن أغلب الجمعيات مع كل الاحترام لجهودهم وشغلهم وهم ناجحين في هذا الدايركشن، ناجحين ويحصلون التبرعات ويحققون أهدافهم، لكن يستخدمون صور الأطفال بحيث أنهم يوصلون للتبرعات. نحن ضد هذا التوجه، نحن ضد أن نحن نبين أب يعني مجروح ومكسور ومحتاج عشان نحن نوصل لهاي المساعدات. نحن تماماً ضد هذا التوجه في مؤسسة القلب الكبير، فكرامتهم دائماً قبل كل شيء. نحن بتلاحظون القصص اللي بنحطها قصص نجاح، هو نجاح، هو وصل تعافي بالضبط. النجاح يحفز الناس، شافوا الأثر عليه، ما شافوا الألم، ما عليه الألم موجود وصورة الدماء والجروح موجودة، لكن لما شافوا الأثر الناجح هذا يحفزهم أكثر أنهم يتبرعون. مبدأ الشفافية هذا اللي يخلي دولة الإمارات تتوجه في مبدأ في يعني مسألة أنها تصور عملية جمع التبرعات، عملية نقلها، عملية إيصالها، عملية رصد الأرقام. هذا يعزز مبدأ الشفافية. أنت كيف بتثقين في هذه الجهة بتعطينها مبلغ مالي إذا أنت مش واثقة أن هذه المؤسسة حريصة أنها توصل تبرعات للمستفيدين بشكل كامل؟ كاميرا رزان لاحقت شيء مختلف تماماً بعد انفجار المرفأ للأسف. شو لاحقت كاميرتك رزان؟ يعني أنا كنت أتمنى تجربتي تكون غير عن هالطريق، يعني الشيء اللي شفناه لما نزلنا بعد الانفجار. فبعد سنتين من الانفجار لما نزلنا على لبنان بعد تسريبات معينة وصلت لنا أنه كان في سرقة، طريقة سرقة هيدي المصاري اللي كانت عم توصل للعالم، وكيف أصبحوا هودي للأسف الانجيوز هني سمسارين إلى حد ما هالمنظمات. فلما نزلنا نحن شفنا هوني كيف صارت هيدي العملية وكيف كانوا هالمبالغ اللي وصلت ما بعد انفجار البور. صار عنا 1000 منظمة فتحت بشكل مفاجئ وبشكل جديد، صارت عم تستلم أموال ومصاري. يعني نحن ما بعد البور بأربعة أشهر وصلنا على لبنان 300 مليون دولار بهداك الحدود. الأضرار اللي موجودة بعد عامين، إذا نحن نزلنا بوقت الترميم، أنا نزلت والشوارع اللي كانت من تحت البيوت أو المحلات اللي كانت ضابطة، فالبيوت كانت فارغة، العالم كانوا متأذين كتير،
كان في طرق مختلفة هودي الجمعيات قدروا إنه هن ياخذوا هيدي المصاري وكيف نقول يغشوا الأوديتس بطريقة ما. فللأسف نحن ما بنحب إنه الواحد يحكي إنه هودي الأموال وين راحوا، ولكن غالبيتها ما وصلت للعالم، وهالبيوت اللي كان لازم تترمم ما ترممت، والبيوت اللي حتى الطرق اللي كانت تنعمل إذا واحد من إلكن بعض منه لح تتفاجئوا كيف كانوا شرطرين بالطريقة to market هيدا الشيء، يضلون ياخدوا هيدا الأموال وإن أخدت هاي الأموال لفترة كتير طويلة، وعاد الواقع ما كان في شيء. أنا نزلت اليوم شفت المتضررين، شفت البيوت، شفت العالم، وشفت كيف للأسف جهات معينة كانت عم تساعد هالجمعيات لي ياخدوا أكثر. هون بقى بيجي دور الدول اللي قررت إنها هي تنزل المعونات، توصلها بإيدها، توثق هذا الموضوع وتوثق هاي الأرقام، مثل دولة الإمارات، مثل السعودية كمان كانوا مساهمين بأنه يوصلوا هاي المعونات بأيديهم. دولة الإمارات فتحت مكتب لها بالسفارة الإماراتية في سوريا لتنظيم التبرعات والأعمال الخيرية، وكمان وقت الزلزال كانوا موجودين بتركيا وبسوريا، ووقت لبنان كانوا موجودين. ف يعني قدي الجمعيات والمؤسسات الخيرية مثل القلب الكبير بتتعاون مع الهلال خارج أو على انفراد خارج دولة الإمارات. مؤسسة القلب الكبير 95% من أعمالها خارج الدولة، ويعني يؤسفنا أن اللي قالتها كله صحيح، ويؤسفنا أن نحن يعني مرينا بتجربة تخص مرحلة المعافاة بعد انفجار المرفأ. تمكننا ولله الحمد من تنفيذ بعض المشاريع بالتعاون مع منظمات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، عدنا ترميم عدد بسيط من البيوت، كان من أبرز المشاريع اللي عملناها مع منظمات محلية لبنانية معتمدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي. كان في يعني بعد الانفجار الكثير من العمالة الوافدة الأثيوبيات اللي كانوا يشتغلون يعني يعملون في مساعدة العائلات اللبنانية، تشتتوا وخسروا أوراقهم وما كانت عندهم الإمكانية أنهم يرجعون على دولهم. فكان لمؤسسة القلب الكبير دور كبير في مساعدة أو دعم هؤلاء العمالة الوافدة في لبنان أنهم يخرجون من لبنان ويرجعون إلى دولهم يعني آمنين وبشكل آمن. كثير من المشاريع كانت في الخطط لكن ما صارت بسبب الأوضاع اللي موجودة في لبنان، لكن نحن نأمل بإذن الله يعني لبنان بترجع والمشاريع بترجع فيها وبترجع فيها الروح مثل ما كانت قبل. وطالبة كمان مستمرة بباقي الدول، من السودان، من لبنان، من سوريا، من ليبيا بعد يعني بعد الغرق اللي صار فيها للأسف. الأمم المتحدة رح تخفض مساعداتها العام القادم لأنه لقلة التبرعات ولقلة التمويل، رح يجمعوا 46 مليار دولار ل 180 مليون شخص بالوقت اللي بيحتاج فيه 300 مليون شخص مساعدة ملحة، وغير أنه رح يرفعوا معونات الغذائية. بس هل الأمم المتحدة هي الوحيدة الموجودة بالساحة اليوم؟ ما بتوقع صح؟ الأمم المتحدة بتخفض، دولة الإمارات بإذن الله بتضاعف جهودها. دولة الإمارات اليوم موجودة في القائمة، قائمة الدول الرائدة في مجال العمل الإنساني، وهي بالفعل رقم واحد، وقدرت أنها تحقق هذا الرقم وتوصل للريادة في مجال العمل الإنساني من خلال تضافر الجهود والجمعيات المحلية. فإذا في انخفاض بالعطاء بإذن الله بيكون في مضاعفة عطاء من الدولة ومن الشعب ومن الوطن العربي كذلك. يعني الإمارات غطت بكوفيد 19 لحالة 80% استجابة من الاستجابة الدولية بإيصال هاي المعونات، لكن هذا الأثر لبين ما نعرف كيف رح يتم تنظيم المعونات لإيصالها لهي الدول اللي رفعوا عنا المعونات، قد رح يكون صعب ريم؟ أكيد. ومن هون يمكن بنرجع لأول سؤال حتى سألتيه ببداية الحلقة، أهمية التبرعات. اليوم أثر صغير عم بيعمل، يعني اليوم وقت ما برنامج الغذاء العالمي بيسحب الدعم بال 2024 عن سوريا، ويعني هناك أسر ما زالت تعتمد على هذا البرنامج بغذائها، لأنه أنت اليوم بعد يفترض وفقا لدرورة حياة الكارثي أنت تكوني وصلتي لمرحلة التعافي، ولكن بسبب الأزمات المتعافية
متعددة بسوريا، مرحلة التعافي ما وصلت لجميع المناطق، في أسر بعدها لهلأ عم تعتمد على هاي المساعدات للأسف. ومن هون يمكن كل واحد فينا لازم يعلي الصوت بهذا الموضوع، لأنه عن جد في أسر ممكن تتعرض للجوع وتكون اليوم من احتياجات الأساسية هي الغذاء. بس لكل كارثة فيه رح إيد تنمد وتساعد، والشباب هن إن شاء الله نحن كلنا جزء من هذا التعاون. شكراً عليا. شكراً. شكراً شباب. شكراً. More story, less noise.